معنا في هذا القسم من ولاية أيوا الأمريكية ستانلي بيرلمان، الأستاذ في قسم الميكروبيولوجي في جامعة أيوا. مرحبا بك معنا بروفيسور. متى سيجد العالم لقاحا أو علاجا ضد فيروس كورونا؟ أعتقد بأننا يجب أن نحصل على مرشح جيد، والأمر سيستغرق بين 12 و18 شهرا قبل أن نطور وننشره، ولكن لن يكون هذا اللقاح الخارق الذي تحدث عنه الكثيرون. فنحن نعرف كثيرا حول مدة المناعة، ففيروس كورونا ما نعرفه من فيروس كورونا السابقة أن بعض منها تتسبب بنزلات البرد، ويمكن أن يصاب بنفس الفيروس حتى وان كانت لدينا أجهزة مضادة في السامنة ولدينا استجابة للسارس والميرس وهي قريبة من كوفيد 19 وتزول مع مرور الوقت. فأعتقد بنستطيع أن نطور اللقاحات لتعزيز أجهزة المناعة، ولكن إلى كم ستدوم وتبقى في السامنة هنا السؤال الأهم ولا نعرف إجابة عنه. نتمنى نتعرف عليها، وكلها استجابات مفتوحة إلى الآن. نعم، لماذا التجارب أجوبة مفتوحة؟ نعم، هي أسئلة مفتوحة بروفيسور ستانلي، ولكن يتساءل المشاهد لماذا 12 و18 شهرا لإجراء التجارب السريرية على اللقاح؟ ألا يمكن اختصار هذه المدة والتعجيل بهذه الاختبارات أو التجارب أو عدم احترام البروتوكول التجريبي هنا بالنظر إلى أننا نعيش هذه الجائحة وأعداد كبيرة من الناس تموت يوميا؟ تماما، ولا شك بهذا السؤال نفكر فيه جميعا، كيف نصل إلى اللقاح في وقت أسرع مع عدم تعريض الأمور أخرى للخطر. هناك عدة جوانب هامة. أولا يجب أن نتأكد من نجاحه، فاللقاحات التي لا تنجح ويمكننا أن نختبرها على الحيوانات، إذا اختبرنا على الحيوانات ولا تنجح فلن نستخدمها بالتأكيد على البشر، وإذا ما استخدمنا نفس اللقاح مباشرة على البشر فلن ينفعنا ولن يكون الأشخاص الحماية. المشكلة الثانية، بعض اللقاحات قد يكون لها آثار جانبية أو تسبب المشاكل، ونريد أن نتأكد على قدر الأمكان أن هذه الأعراض الجانبية غير موجودة. وكانت هناك عدة استراتيجيات مقترحة، بعض اللقاحات يتم استخدامها على البشر ليس لتعداد سكاني كبير بل مجامع سكانية صغيرة، ونتأكد من استجابة مناعية جيدة. وفي نفس الوقت هناك دراسات على الحيوانات لكي نتأكد عدم حصول أي نتائج مجهولة منها. وسبب 12 إلى 18 هو عدد اللقاح المنتج يجب أن ينشر نطاق واسع، فيجب أن تكون هناك منتجات منشآت إنتاج بكميات كبيرة جدا وليس شيء نقوم به بين الليلة وضحاها. وهنا تأتي وتظهر كل هذه الأرقام. البعض يعتقد أنه يستطيع أن يطور لقاح أسرع من ذلك، ولكن الأمر متعلق بعملية الإنتاج في أي مدة نستطيع أن ننتج كل هذه الكميات الكبيرة. نعم، طيب بروفيسور ستانلي، هذا عن اللقاح، واللقاح كما يعلم الجميع يعني أنه هو مرحلة وقاية، يعني إذا اكتشف ستنتهي الأزمة، وسيتلقى عندما يتلقى الناس اللقاح سيتمكنون من الخروج من بيوتهم. لكن ماذا عن العلاجات؟ في الأخبار يوميا نسمع عن دواء يستخدم هنا ودواء هناك، هناك مرضى من الكورونا يشفون بدواء الملاريا الكلوروكوين، هناك حديث عن دواء ياباني جديد أفاغان، هناك حديث عن عقارات أخرى أيضا تستخدم لعلاج المصابين بكورونا. ما مدى دقة يعني هذه الأدوية أو نجاعة هذه الأدوية في علاج المصابين بكورونا اليوم؟ هناك عدة مشاكل هنا. الأولى أنه لا يوجد عقار برهن على نجاحه، فالأشخاص يستخدمون عقارات كثيرة كما ذكرت، ولكن لا أحد متأكد من نجاحها أم لا، يستخدموها بدون أي دراسات ضبط، وهذه الدراسات تجرى على البعض وتجرى على البعض، ويجب أن نتأكد من الذين أخذوا العقار ناجحة، وبعض الآثار الجانبية قد تؤثر على المصابين
وتجعل حالتهم أسوأ. فهناك اختبارات كبيرة جدا خاصة الكوروكوين عقار الملاريا كما ذكرت، ولا نعرف إن كان سينجح أم لا. الأمر الآخر لعقار ينجح ضد الفيروس يجب أن نقدمه ونعطيه لأشخاص أصحاب الحالات الطفيفة. أما في العناية المركزة فلن تنجح تلك العقارات بشكل جيد. نعم. بروفيسور ستانلي، أنت خبير في الميكروبيولوجي، لماذا استعصى فيروس كورونا على العلماء ولم يستطيعوا إيجاد لقاح أو علاج له حتى الآن؟ ما مشكلة كورونا؟ لماذا أجلسنا جميعا في بيوتنا؟ كورونا فيروس حال كل الفيروسات يستخدم الخلايا المضيفة لإنتاج خلايا إضافية، فلا نستطيع أن نستهدف أعداد كبيرة من الخلايا، لأن في نفس الوقت الذي نؤذي به الفيروس نؤذي فيه خلايانا، فعدد الجزيئات والأساليب للقيام بذلك محدودة. فقد تعلمنا الكثير منذ 17 سنة الماضية منذ أن ظهر السارس، فنعرف الكثير عن الأهداف ولكننا ليست لدينا الأهداف الجيدة إلى الآن والعقاقير الجيدة التي طورناها. هنالك واحد قد ينجح، ولكن كما قلت يجب أن يقدم في وقت مبكر من إصابة المرضى وعند الإصابات الطفيفة. عندما تشتد الحالات فسيكون صعب جدا، والأشخاص يصابون غالبا عندما تستجيب أجسامهم للفيروس، وفي تلك المرحلة إذا ما عالجناهم فتكون هنالك استجابة مناعية وتسبب بالأضرار للأجسام، يجب أن نعالجه في وقت مبكر، لكن لازلنا نتعلم. فالأمر ليس له علاقة بالفيروس بل الاستجابة للفيروس. نعم. بروفيسور ستانلي، تعلم جيدا في هكذا أوقات تبرز نظرية المؤامرة بقوة. هناك من يتساءل يقول أنه معقول كل هذه المختبرات حول العالم تتسابق فيما بينها ولا يوجد حتى الآن لا علاج ولا لقاح، وهناك من يتحدث عن ربما حرب تجارية صيدلية لمن لديه العلاج أو اللقاح، وبالتالي هو الذي سيفوز تجاريا في تسويقه أو في بيعه لاحقا. ما رأيك؟ هل هناك فعلا حرب تجارية في الموضوع؟ ما كنت لأسميها حرب تجارية، ما وصفته هو المنافسة، ولكن كل ما نتحدث معه على الرغم من كل شركة ترغب بتطوير عقار ناجح لكي يتمكنوا من بيعه، لكن الإحساس العام الذي أسمعه أنا هو أنهم يرغبون بعمل شيء لوقف المأساة وكل هذه الإصابات. فما ذكرته صحيح جزئيا، ولكن ما كنت لأصل مرحلة الحرب التجارية، بل المنافسة لتدفع الجميع لتطوير عقار جديد وبدل كل ما لديهم مثل اللقاح أو أجسام مضادة. والغالبية سيكون سعداء إذا ما توصلنا إلى عقار واحد جيد ولقاح واحد جيد، وكلما زادت كلما كان أفضل. نعم. أعود إلى الفيروس بروفيسور ستانلي، ما الذي يعني فيما الاختلاف بين الكورونا المستجد كوفيد 19 وكورونا السابق؟ وهل هناك إلى أين وصل في التطور؟ لأنه هناك من يتحدث على أنه الفيروس الذي يقتل أعداد الكبيرة في إيطاليا ليس نفسه الذي كان في الصين، ليس نفسه الذي هو موجود الآن في إسبانيا أو في الولايات المتحدة الآن. أعتقد أن الفيروس هو نفسه، وإذا ما كانت هناك أي تغييرات فهي طفيفة، ولا نعتقد بأنها تؤثر القدرة على الانتشار من شخص إلى شخص أو تسبب الإصابة. فنعتقد بأنه نفس الفيروس في كل مكان، وهناك أدلة قليلة جدا على تغيره أو تطوره. الإجابة عن السؤال الأول، الشيء الفريد الذي يميز هذا الفيروس، دعني أعود خطوة إلى الوراء. كما قلت مسبقا، فيروس كورونا يسبب بنزلة البردية وهي تبقى عالقة في الأنف والفم، وسارس وميرس، وميرس له علاقة بالشرق الأوسط يسبب التهاب في الرئة ولا تعيش فترة طويلة في المجاري التنفسية العليا مثل الأنف والفم. فيروس واحد يسبب نزلة برد وآخر يتسبب التهاب في الرئة، وهذا الالتهاب لأنه في الرئة فهو غير معدن وليس من السهل انتقاله من شخص إلى آخر. أما كوفيد
COVID-19 هذا الفيروس له خصائص. الاثنين يعيش في المجاري التنفسية العليا والأنف ويمكن أن ينتقل بسهولة من شخص لآخر. كما 15% من الحالات يصل إلى الرئة وتسبب بأمراض شديدة. لهذا هو فيروسي جدا لأنه يتسبب بالحالتين أمراض المجاري التنفسية العليا وينتقل عبر الهواء إلى الأشخاص الآخرين وكذلك يتسبب التهابات في الرئتين. نعم بروفيسور ستانلي ربما نصل إلى سؤالنا الأخير ولكن دعنا نعود إلى بداية القصة. كورونا الجديد هناك من يربطه بأنه تطور عن طريق الحيوان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق أكل ذلك الحيوان. ماذا نعرف عن أول انتقال لفيروس كورونا المستجد إلى الإنسان؟ كيف انتقل إلينا؟ هذا السؤال الذي ليس لدينا إجابة صريحة عنه. المعلومات الوحيدة التي لدينا أنه بدأ عند الخفافيش ولم نجد الفيروس مشابه له عند الخفافيش مثل وجدناه في كوفيد 19. الخطوة الثانية التي حصلت هو أن هذا الفيروس انتقل إلى وسيط أو حيوان آخر أو وسيط هو الذي بدأ بإصابة البشر. فنعتقد أنه عبر ثلاثة حيوانات. للأسف انتهى وقتنا. أشكرك شكرا جزيلا ستانلي بيرلمان أستاذ قسم الميكروبيولوجي في جامعة أيوا. شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. فدينا شكرا لكم على المشاهدة. للقاء.